السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المشروع ده قوي جدا، نقدر لنفسه بستيبل ديفيجن. هو عبارة عن انت بتديله تكست، هو بيبدأ يحوله لصور، والميزة ان هو اوبن سورس، حتى موجود على الجيت هاب، مكتوب اللايسنس بتاعته هو. تقدر تحمل الكود لو انت حابب، بتكتله تكست هو يبدأ يحوله لصور. ده الإصدار التاني، وده 2.1 2.2 وهكذا. وكاتب لك النظرية بتاعته اللي بيشتغل عليها، منافسة جدا للستيبل ديفيجن. تقدر تعمل بتكست بسيط خالص، تقدر ان انت تعمل صور جميلة بالشكل دوت. زي فكرة ستيبل ديفيجن، ستيبل ديفيجن برضو بدأ على صفحة زي كده، وبدأ بعد كده مواقع كثيرة تتبناه، وده ادى نهضة كبيرة في موضوع الصور. اللي دول اسامي الناس اللي اشتغلوا على البرنامج دوت. فده لانه هو سايبه اوبن سورس، هتلاقي مواقع كتير معتمد عليه. هنا بيقول لي اكتب البرومت اللي انت عايزه، واكتب التفاصيل السكيلز اللي انت عايزها، الويتس والهاي وهكذا، وتبدا تقول له ران، فيبدا يعمل لك الصور بالشكل دوت. في تفاصيل كتيره موجوده في الصوره، تقدر تكتب اي تكست انت عايزه ويبدا يعمل لك صور بالشكل دوت. تقدر تعمل تجربه يعني مفتوح، ان انت تكتب هنا اي تكست وتقول له ران، فيبدا يعمل لك الصور زي ما انت عايز. هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، لكن تذكروا كلامي، المشروع دوت منطلق بشكل حلو جدا، فهتلاقيه قريب جدا مواقع كتيرة معتمدة عليه. تقدر ان انت تشوف الكود بتاعه، البايثون، الـ HTTP وهكذا.